الموضوع المتعلق بالاستفزازات الانفصالية على مستوى المنطقة شرق الجدار الجدران الرملية الدفاعية، هي استفزازات تضع الانفصاليين في مواجهة مع الأمم المتحدة وليس مع المغرب فقط، لأن مجلس الأمن كان صريحا في قراراته وواضح من أن أي سلوك من هذا النوع هو بمثابة استفزاز وتهديد للاستقرار في المنطقة، وكانت قراراته واضحة بالامتناع عن ذلك. معنى أن ما يصدر استفزازات يائسة تضع الانفصاليين في مواجهة مع المنتظم الدولي وفي مواجهة مع قرارات مجلس الأمن، والمغرب كما كان منذ انطلاق اتفاق وقف إطلاق النار في بداية التسعينيات وإلى غاية اليوم كان حازما وسيبقى حازما وسيستمر حازما إزاء هذه الاستفزازات.